والانجليزي قوانين وصرف تجارة تتغير فيها. يعني الحاضر البسيط راح يضل الحاضر البسيط مثلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انطلق اليوم معهد إعداد المدرسين في جرابلس الدوام الفعلي، وطبعا تم استقبال الطلاب في معهدنا، وباشر أيضا الزملاء المدرسين في إعطاء الدروس، وتم تقسيم الطلاب في زمر من أجل التربية العملية. التربية العملية طبعا هي استاجات في المدارس، ولا نزال مستمرين في إعطاء في تسجيل طلاب السنة الأولى إن شاء الله، مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لجميع الطلاب.